من 5 سنين الانقلاب ما شاء الله، يعني 5 سنوات من الانقلاب، نظام السيسي يقتل 3110 ويعتقل 61262 مصريا. ده المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أصدرت تقرير بعنوان 5 سنوات من القهر والإخضاع، وقالت الانتهاكات اللي حصلت من يوليو 2013 حتى الآن أكدت في مقتل 3110 أشخاص خارج نطاق القانون. وقالت المنظمة اليوم الأربعاء سقط هذا الكم من القتلى في مختلف المحافظات المصرية عدا سيناء، والمفرد لها رقم مستقل من بين الأعداد القتلى فيها، يعني 2194 نتيجة الاعتداءات الأمنية على تجمعات سلمية، كما قضى 717 شخص داخل مقرات الاحتجاز، بينهم 122 قتلوا جراء التعذيب من قبل أفراد الأمن، و480 توفوا نتيجة الإهمال الطبي، و32 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، و83 نتيجة فساد إدارات مقر الاحتجاز، بالإضافة إلى مقتل 169 شخص بالتصفية الجسدية المباشرة على يد قوات الأمن المصرية، كما نفذت السلطات حكم الإعدام بحق 20 شخص على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات. والمنظمة العربية لحقوق الإنسان عملت إنفوجراف عن القهر والإخضاع في 5 سنين أهو، في الفترة من الثالث من يوليو 2013 وحتى الثالث من يوليو 2018، 629 ست أو يعني نساء، 1143 قاصر، 61262 معتقل. وادوا شايفين اهو سنة 13، ايه ده؟ هو طيار لي اللوحة، كنت لسه هقرا يعني. في سيناء لوحدها في الجيش بيقول في سيناء يعني 2272 الجيش قال انهم مطلوبين امنيا، 7491 اشتباه، 10363 معتقل، وبقى الحاجات اهو، تفجير دراجة بخارية، تفجير عربة، تفجير منزل، تفجير عشة. المحافظات المصرية 122 ماتوا يعني توفوا نتيجة تعذيب، 480 نتيجة إهمال طبي، 32 نتيجة تكدس والاحتجاز، 83 نتيجة فساد إدارات، 30 إعدام، 717 داخل مقر الاحتجاز، 169 تصفية جسدية، 3110 قتيل. أنا بس زعلت من نفسي وأنا أدار الحاجات دي جدا، زعلت من نفسي جدا يعني اتكبست. لاني بص هقولها لك تاني، بص اسمع معايا، هات اللوحه تانية يعني اللي هم القتلى اللي ماتوا يعني معلش عدي سينا كده، هدي ايوه، لا مش دي، اللي بعدها، اللي بعد سينا كده، اللي بعد سينا، بعد دي، ايوه دي. انا قاعد اقرا كده الأرقام دي يا جماعة، بني آدمين، وأنا بقولها كده بمنتهى السهولة، 122 واحد ماتوا نتيجة التعذيب، يعني في 122 بني آدم، 122 بني آدم اتعذبوا وفضلوا يتعذبوا لحد ما ماتوا، في 480 بني آدم، بني آدم إنسان كرمه ربنا يعني، كان عيان جدا وفضل يعاني ومش وديه مستشفى ولا بيرعوه صحيا لحد ما مات. في 32 بني ادم، بني ادم انسان يعني، وهم جوه التكدس في المقرات الاحتجاز ماتوا. وفي 83 نتيجه فساد ادارات مقر الاحتجاز. في 717 داخل مقرات الاحتجاز. في 30 بني ادم تم اعدامهم. كنا امبارح بنتكلم على الكاتب الكبير عبد الوهاب المسيري، ولما يتحول الانسان الى رقم دي ماساه. لما انت تتعامل، او انا يعني اتعامل مع 122 واحد ماتوا نتيجه التعذيب على انها رقم، فانا لا اقل اجرام ولا سخافه ولا سفاله عن اي كلب مجرم منهم. يعني 122 بني ادم اتعذبوا
انت متخيل لحد ما ماتوا، انت متخيل انت يعني ده انت وانت بتذبح فرخه عندنا في الاسلام ليها شروط، وتخبي السكينه ده انت وانت بتذبح الخروف في العيد ساعات بعض الاطفال بيجيلها صدمه لانه حب الخروف او عجل، والعيل ممكن ودي حصلت لي يعني ممكن ما ياكلش لحمه طول عمره بسبب المنظر ده يعني عشان خروف او عجل، وانت فاكر انك بتفرحه بس هو اتهزل وشايف ده. انت وانت معدي في الشارع لو شفت عربيه عملت حادثه وفي ناس مزنوقه جوه العربيه الناس بتنزل تتقاتل عشان تنقذ اللي جوه العربيه رغم انهم ما يعرفوش وربما يكون شتمه من شويه ومعدي منه، بس لو شاف العربيه اتقلبت بيركن بسرعه جري ويقعد وهات ويعافروا مع بعض والرجاله تشد مع بعضها عشان ويطلعوا الست ويطلعوا الراجل ويطلعوا، لان ده بني ادم لن نتحول حتى الان الى الات حاسبه. 122 بني ادم اتعذبوا لحد ما خلصوا في ايد اللي بيعذبهم كده، 480 بني ادم اللي عنده بقى كانسر او اللي عنده حاجه في الكلى وعمال يتأوه جنبك، هي احنا وصلنا للدرجه دي؟ يعني مات يعني خلاص الا مات يلا روح ارموه، ده نظام مجرم، ده نظام مجرم.